الشخص أول شق السؤال، هل الشخص يكون معرض لنقص المناعة؟ نعم، شخص مصاب بمرض الكورونا المناعة تكون قليلة، وعشان كذي إحنا دائما نقول أي شخص يكون مصاب بفيروس الكورونا عليه إن يحيط بنفسه مدة 14 يوم غير عملية العزل الصحي، يكون في البيت يعني حاصر روحه، مو علشان ينشر الفيروس ولكن علشان هو ما يأخذ العدوى من شخص ثاني. واللي شفناه فعلا حتى في يعني الحالات اللي عندنا، هناك أشخاص وكانوا متعافين مر عليهم أسابيع كثيرة، 6 أسابيع 8 أسابيع، والفيروس رد لهم مرة ثانية. هني السؤال يعني حتى الطبي، لماذا هذا الشخص اللي أصاب بالفيروس يعني تم يعني إصابته بفيروس؟ هناك سببين أو احتمالين. السبب الأول يا أن هذه تكون سلالة مختلفة، وإحنا شفنا أن فيروس الكورونا عنده مو سلالة واحدة أو السترينز بالإنجليزي، هناك 3 سلالات، أنا دعنا بها أرفضها صح، 3 strains اللي هو A و B و C. الـ A منتشرة في منطقة أمريكا، الـ B منتشرة في منطقة الصين وهي يعتبر من السلالة الخطرة، والسي اللي هي طلعت من اليورب اللي هو من إيطاليا وانتشرت في الدول الأوروبية. إذا كان السؤال ما هو السلالة الموجودة عندنا، الحمد لله إحنا بيكون عندنا أو موجود الجهاز الفحص لهذه السلالة، وهذا يأكد على شيء واحد يفخر فيه إن نقدر إحنا نحلل الموروث الجيني ونعرف السلالة. فالجهاز موجود، إحنا مجرد إحنا قاعد ندرب الكادر الطبي لكيفية استخدامه، فإن شاء الله بنعرف في الأيام القادمة ما هي نوع السلالة اللي عندنا وهل هي سلالة مختلفة. وهذا اللي هو بيأكد لنا إن وجود اللقاح قد يطول، قد يأخذ أكثر من شهور إلى سنة. السبب الثاني أو الاحتمال الثاني لإصابته أن يكون جسم الإنسان ما كون له أجسام مضادة إناف أو يعني كافية لحمايته من إصابته لهذا الفيروس. فهي يعني مثل ما قلت لك يعني الفيروس صراحة كأنه هو جامعة إحنا نتعلم معه يوم بيوم، كل مرة نكتشف شيء جديد. الشيء الزين إن الحمد لله إحنا إذا نتعلم منه يعني نقدر نسوي الفحص هنا في مملكة البحرين. فإن شاء الله خلال ما بقول أيام أو الأسابيع إن شاء الله بيكون عندنا معلومات جديدة عن هذا الفيروس، إن شاء الله بنشارك فيها مو بس إخواننا في العالم العربي، إن شاء الله نشارك حتى في زملائنا في العالم، وإن شاء الله إذا عرفنا شيء جديد بنخبركم عنه.